نعمان شايف الدوري، الدوري ماتشات كتيره يعني، تلعب 7 وبعد كده 16 وبعد كده تلعبك 3، يعني هتلعب حوالي 26 ماتش في الموسم، رقم كبير. احنا جاهزين له؟ اكيد طبعا، احنا الفرقه بتاعتنا نصها بيتدرب في المنتخب وبيستعد لاولمبياد طوكيو، والنص التاني بيتمرن مع كابتن طارق محروس تمرين قوي جدا، وبنتمرن 4 ساعات في اليوم وبنستعد بشكل كويس. كابتن طارق دايما بيبقى عايز الفرقه كلها تبقى جاهزه، سواء اللي في المنتخب او اللي بره المنتخب، كله بيبقى جاهز، بيبقى يعني استعداد ان هو ينزل الماتش في اي وقت. ايوه. احتكاك طب هل الماتشات متوسط الاعمار يفرق معانا برضو يا نعمان؟ يعني خلي بالك احنا الحمد لله متوسط اعمارنا اقل كتير من المنافس. هل الدوري طويل ده يبين امكانياتنا في حته الفتنس، وان احنا عندنا اكيد معدلات لياقه اعلى؟ اكيد طبعا، يعني كابتن طارق بالذات يعني في الحته دي بيهتم بيها جدا، موضوع اللياقه والجري وكده، ومعدل الاعمار بتاع الفرقه يساعد جدا اللي هو كابتن طارق ينفذ شغله في ان اللعيبه تقدر تجري طول الماتش ويعني يلعبوا هاندبول حديث يعني. صحيح.